السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من سلسلة سيستم دو ترانسميسيون. اللي باقي ما شافش الجزء الأول يضغط على الرابط اللي كيظهر أمامكم. اليوم غادي نهضروا على لابواط دو فيتاس مانويل. كتذكر بالدور ديال لابواط دو فيتاس؟ فهي كتحقق لنا لو بوامور لو مارش اريير وكتادابتي لي فور دو موتور مع لي كوبر ريزيستونس اللي كتعرض لهم السياره. لابواط دو فيتاس اليمونتير اللي تستعملات في الثلاثينات كتسمى بواط دو فيتاس ابينيون كوليسون او لا بواط دو فيتاس ابالادور، بحيث ان السائق كيحرك لي بينيون باش يدوز لي راكور. كتكون من دي بينيون ادونتور دروات اللي من بين الخصائص ديالهم هي واحد لونغرونا سامبل الى فورس ابليكي على لاربر كتكون بيربونديكولار، كتكون ان سولدون اون بريز. من بين المشاكل اللي كنتعرضوا ليهم عند استعمال هذا النوع ديال البينيون هو واحد التاكل كثير والبروي، وكمثال البينيون ديال المارش اريير حتى هو ومازال ادونتور دروات كنسمعوا الصوت ملي كنستعملوه. كما ان سيارات السباق حاليا كتستعمل بوا دو فيتاس اكرابو واللي هي كتكون من دي بينيون ادونتور دروات. لا بواط دو فيتاس اللي كتستعمل حاليا كتسمى بواط دو فيتاس ابريز كونستون، كيف ما في الصوره لي بينيون توجور اون بريز. كتكون من دي بينيون ادونتور اليكويدال اللي من بين الخصائص ديالهم هي كينقلوا بشكل جيد لو كوبل الى بويسونس اي بلو سيلونسيو. المشاكل اللي كنلقاوهم مع هذا النوع هو ان هاد لي بينيون كينتجوا واحد لي فور اكسيون على لاربر واللي كيتم المعالجه ديالهم عن طريق لي رولمون دو تيب كونيك. قبل ما نعرفوا البرينسيب دو فونكسيونمون نشوفوا نوعين ديال هاد لي بواط. بواط دو فيتاس ا دو زاربر عندها دو زاربر، وحده دونتري دو موفمون والثانيه سورتي دو موفمون، وفي اغلب الحالات كنلقاو هاد المونتاج في لي بواط دو فيتاس ترانسفيرسال. بواط دو فيتاس ا تروا زاربر كتكون من اربر دونتري واربر انترميديير واربر دو سورتي، وكنلقاو هاد المونتاج في اغلب الحالات في لي بواط دو فيتاس لونجيتودينال. باش نفهمو لو برينسيب دو فونكسيونمون دو لا بواط دو فيتاس مانويل خاص نعرفو مناش كتكون بالضبط. كنلقاو دي بينيون فيكس اون روتاسيون اي اون ترانسلاسيون اونغريني افيك دي بينيون فو بارابور لارب. بهاد المونتاج ميمكنش نقلو اي حركه خارج من البواط، اذا كيخصنا شي وسيط اللي يربط لي بينيون فو مع لارب. هاد الدور كيأدي لنا السينكرونيزور اللي هو فيكس اون روتاسيون اي ليبر اون ترانسلاسيون، بمعنى لادار غيدور معاه لارب مع الامكانيه ديال اننا نديبلاسيو على اليمين ولا على اليسار. مناش كيتكون هاد السينكرونيزور مويو اللي تيتكون من دي كانيولور انتيريور اللي كيربطوه مع لاربر، كما انه كيتكون من طروا كانيولور مفرقين على بعضهم بنسبه 120 درجه، وفي بعض لي مويو تيكونوا اربعه مفرقين بنسبه 90 درجه. فهاد لي كانيولور تيكون لو ميكانيزم دو فيرويياج اللي كيفيرويي لو بالادور في البوزيسيون روبو. لو بالادور كيتكون من دي كانيولور انتيريور اللي كيربطوه مع المويو، كما انه كيتكون من لوجمون دو فورشيت اللي من خلالها كنديبلاسيو على اليمين ولا على اليسار. انو دو سينكرونيزاسيون كيتمركز ما بين المويو دو سينكرو والبينيون فو، كيتكون من كون كونيك واللي الدور ديالو هو ادابتي لا فيتاس دو روتاسيون ديال البالادور مع البينيون، كيخدم بحال لومبرياج وفي واحد الكورج في هذا الشكل اللي كيكاسيو الفيلم دويل وكيطلعو من نسبه الاحتكاك. الميكانيزم دو فيروياج اللي كاين في المويو كيحافظ على البالادور في البوزيسيون روبو، بمعنى في البوامور. اما الميكانيزم دو فيروياج اللي كاين في التيج كيحافظ على البالادور في اي بوزيسيون وقف فيها حتى كتابليك عليه لا فورس ديال الكونديكتور اللي كديبلاسي. هادشي كامل اللي قلناه نحاولوا نلخصوه في الصوره التاليه. عندنا بواط دو فيتاس ا تروا زاربر لي بينيو ا بريز كونستون ادونتور اي ليكويدال سانك رابور افيك نو مارش اريير.
هذا هو البرينسيپ دو فونكسيونمون ديال لا بواط دو فيتاس. الا كاين واحد الاختلاف بسيط اللي هو في البينيو ديال مارش اريير اللي عنده بينيو ادونتور دروات كيت اونغرونا ديريكتومون بلا سينكرونيزور، داكشي علاش خاص الطوموبيل توقف عاد باش دوز مارش اريير. كنتمنى ان الجزء الثاني ديال سيستم دو ترانسميسيون ينال اعجابكم. كنضرب لكم موعد الجزء الثالث من سيستم دو ترانسميسيون اللي غنهضروا فيه على لا بواط دو فيتاس اوتوماتيك. غتنزلوا للديسكريبسيون غتلقاو واحد الدوكيمون فيها هادشي كامل اللي قلناه بالاضافه الى مجموعه من المعلومات. كنتمنى انكم تيليشارجيوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.